مبنى البانثيون أو مقبرة العظماء، معروفة بقبتها الشهيرة وأسماء عظماء فرنسا كفولتير وجون جاك روسو. لكن هذا المبنى يخفي أسراراً عديدة سنكتشفها مع هذا المرشد. هذا الجزء عادة ما يكون مقفلاً للزوار. بإمكان إدوار بوينو فتح هذا الباب، ووراءه نكتشف مكاناً مليئاً بالكنوز التاريخية وبأدوات تزيين المبنى، مبنى كان من المفترض أن يكون كنيسة. هنا نرى ديكوراً دينياً متمثلاً في رمز يمثل أحرف اسم المسيح والصليب، أي جميع رموز الديانة الكاثوليكية. نستنتج إذن أن هذا الديكور كان لتزيين مبنى الكنيسة. تعهد الملك لويس الخامس عشر ببناء كنيسة في المكان نفسه، لكن في عام 1790 تحول هذا المكان إلى مبنى للثورة الفرنسية. لهذا السبب لم يتم تثبيت الرموز الدينية. يمكن أن نتصور أن هذه الأعمال كان يجب أن تكون في ذلك الوقت مزينة بديكور منحوت. زيارة أسرار هذا المبنى تأخذنا إلى مكان آخر غير معروف، فللوصول إليه يجب المرور تحت هيكل من الخشب، فهنا نكتشف نظام الإضاءة العريق. يتعلق الأمر بنظام البكرة لتبديل الشمعدان الذي كان يعبر القبو لإنارة المبنى. لا يزال بناء قبة البانثيون سراً حتى الآن، إذ يعتبر من أكبر نجاحات المهندس جاك جيرمان سوفلو. 17,000 طن من الحجارة مرتبطة ومتداخلة مع بعضها، مشكلة قبتين صغيرتين. معارض السوفلو انتقدوا هذه الطريقة في البناء، كانوا يظنون أن المبنى سينهار تحت ثقل القبة. بعد 200 عام من بنائها لا زالت القبة موجودة. من الطابق الأعلى لهذا المبنى يمكننا رؤية تفاصيل هذه اللوحة المرسومة، أما من الطابق السفلي فالزوار يرون جزءاً صغيراً منها. في ختام هذه الزيارة نصل إلى الطابق الأخير للبانثيون. نحن الآن على سطح البرج الذي يطل على كافة أرجاء باريس. المثير في الأمر هو عندما نرى ساحة البانثيون نفهم ما كان يريده المهندس جاك جيرمان سوفلو. لم تتح الفرصة لمصمم البانثيون رؤية هذا المشهد. لقد توفي قبل 10 سنوات من نهاية بناء مقبرة العظماء.